السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في أضواء على الأحداث. ونسلط الضوء في ملفنا الأول على زيارة بابا الفاتيكان للإمارات العربية المتحدة، حيث بدأ بابا الفاتيكان زيارة للإمارات تستمر 3 أيام يتخللها مشاركته في لقاء حول حوار الأديان وقمة مع شيخ الأزهر أحمد الطيب. البابا استبق تلك الزيارة بالدعوة لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن. وتعد أبو ظبي طرفاً أساسياً في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يخوض حرباً في اليمن ضد الحوثيين. وبزيارة البابا للإمارات سيصبح فرانسيس أول بابا للفاتيكان يزور منطقة الخليج العربي. هذه الزيارة تتزامن مع أعمال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في أبو ظبي بمشاركة قيادات دينية وفكرية وإعلامية يهدف لتفعيل حوار التعايش والتآخي بين البشر، وسط مطالبات للبابا بالضغط على الحكومة الإماراتية بخصوص قضايا حقوقية. ويزور البابا خلال وجوده الإمارات كاتدرائية أبو ظبي، ثم يقيم قداسا في مدينة زايد الرياضية. من جهتها طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش البابا بالضغط على الإمارات لوقف الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها قواتها في اليمن. في الوقت الذي تقدم فيه الإمارات نفسها على أنها مكان للتسامح بين الأديان وتسمح بممارسة الشعائر الدينية المسيحية في العديد من الكنائس، ومع زيارة لأبو ظبي هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج، أطل البابا فرانشيسكو مع شيخ الأزهر لنشر قيم التسامح والمحبة والسلام. التسامح والمحبة في الإمارات التي تواجه انتقادات حادة من منظمات حقوقية لدورها في الحرب الدائرة في اليمن المجاورة لها، والتي قتل فيها آلاف المدنيين وشرد وأصيب الملايين، إضافة لأكبر أزمة فقر وجوع في التاريخ المعاصر. كما تتعرض الإمارات لاتهامات كبيرة بملاحقة ناشطي الرأي وحقوق الإنسان، فقد طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية البابا فرانشيسكو بالاستفادة من زيارته إلى الإمارات للضغط على حكومتها من أجل وقف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها قواتها في اليمن وإنهاء قمع المنتقدين في الداخل. الإنسان وحقوقه مفتاح التسامح والسلام في دولة تستغل زيارة البابا وشيخ الأزهر لتعزيز السلام والمحبة، وتحارب الإنسان وتعتقل المدافعين عنه. فأي تناقض تعيشه دولة الإمارات الآن؟ لمناقشة أبعاد هذه الزيارة أرحب معي هنا في الاستوديو بالكاتب والباحث الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي. أهلا بك أستاذ أحمد، كيف تنظر كمواطن إماراتي لزيارة بابا الفاتيكان لدولتكم، وهي أول زيارة لبابا لمنطقة الخليج العربي؟ نعم، هو بسم الله الرحمن الرحيم، بداية الإمارات تقدم نفسها كبلد منفتح وبلد تسامح وبلد السعادة، كما هي يعني الشعارات التي هي موجودة، وبالتالي هي تجتذب هذه الرموز الدينية وهذه الرموز العالمية اليوم لكي تثبت مسألة أنا ألا هو أنها بلد منفتح وأنها تقدم الإسلام الجديد الذي يعني هو بالشكل الذي تطرحه. الإمارات في هذا الوقت أيضا بمثل هذا الوضع الذي هي يعني أصبحت صورتها هناك هجوم على موضوع حقوق الإنسان الذي يعني أصبحت انتهاكاته واضحة في داخل الدولة أو حتى في المشاريع الخارجية، أصبحت حريصة على أن تقدم نفسها على أنها لا هي بلد التسامح وهي البلد المنفتح، وتجد الشركاء الذين يشاركونها من رموز دينية اليوم. إذن هذا الرمز الديني وهو أعظم رمز ديني مسيحي في العالم، هل يمثل اعترافا بالصورة التي توضحها أو تقول أو تدعي بها الإمارات أنها بلد متسامح وبلد متعايش، ولذلك جاء الحبر الأعظم ليبارك هذه الخطوات المتسامحة والمتعايشة؟ نعم، حينما يكون المستهدف هو العالم الغربي فبالتالي يكون هذا الرمز الكبير يمثل شرعنة
للانتهاكات التي هي حاصلة سواء في داخل الدولة أو في خارج الدولة، فهو عبارة عن مشرع الآن بأن لا، هذه الدولة دولة تسامح ولا توجد أي مشكلات. لعله هو يطرح مشكلة اليمن الآن بما أنها هي الأكبر والأكثر، لكنها تعتبر هذه الزيارة مشرعنة للانتهاكات الحقوقية التي تتم في داخل الدولة، وبالتالي يعني الحرص على أن يكون هو موجود كرمز لكي يطرح. نحن حقيقة اليوم نعلم بأن العالم العربي تتحكم به الأيادي الغربية بشكل كبير وقوي، واليوم الإمارات أو غيرها للأسف من الدول العربية هي تبحث عن القوة، عن أنها تستمد القوة، فبالتالي البابا هو مصدر قوة اليوم في العالم المسيحي والعالم الغربي عموما، يمثل رمز كبير جدا. ولكن البابا أيضا قبل الزيارة دعا لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وقال إن صرخات الأطفال والآباء في اليمن ترتفع إلى الله. هل يمكن أيضا أن ننظر لهذه الزيارة على أنها إيصال لأصوات المعذبين في اليمن من خلال البابا؟ نحن لا شك بأن موضوع اليمن أصبح موضوع عالمي لا يستطيع أن يتجاوزه لا البابا ولا غير البابا. أصبحت المسألة واضحة لدى العالم، كل منظمات الحقوق الإنسانية تكلمت، وقبل الزيارة كانت الرسائل كثيرة لمن يعني عرف عن الرسائل التي وجهت للبابا من قبل منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات العالمية أو أي يعني كانت حتى يعني الأمم المتحدة، ما وجه له للكلام مع الإمارات كحليف، كيعني أحد الحلفاء في حرب اليمن، هذه واضحة. لكنها أخشى أن تكون أنها يعني فقط ذر للرماد على العيون، وتسميته ببلد التسامح وفي داخل الدولة هناك انتهاكات لحقوق الإنسان. وهذا هو سؤالي التالي، البابا جاء ليشارك بأعمال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، ماذا يمثل هذا الشعار على الأرض في الإمارات؟ جميل. هذه الأخوة هل تتجسد في تعامل السلطات الإماراتية مع مواطنيها في المقام الأول؟ منذ عام 2012 تم اعتقال أصحاب الرأي ومعتقلي الرأي، إلى اليوم يعانون معاناة شديدة أكثر من 7 سنوات في المعتقلات، وتشتد بهم الحال يوما بعد يوم، وفي كل يوم نسمع انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، فليس هناك أي موضع لمسائل التسامح، والتسامح الأصل أن يكون مع القريب، يعني أنت تشيع جو التسامح في المجتمع، ولازلنا إلى اليوم الإعلام للأسف في الإمارات يقوم ببث روح من الشحناء والبغضاء والغل ما بين المجتمع نفسه، أنا أتكلم المجتمع نفسه، ناهيك عن الجار الذي تأذى كثيرا والذي يعني شحن الناس، أقصد قطر. نعم. وشحن الناس في الداخل في كأس آسيا، في مؤخرا اتضحت كيف يعني هناك الناس في داخل الإمارات، أنا لما أتكلم عن الشعب الإماراتي، الشعب الإماراتي ليس هكذا ولا تمثله هذه الصورة السيئة، بل إنه مكبوت. ولذلك بس أضرب مثال، أنا أنه لي يعني بث الشحناء ما استطاعوا أن يجدوا شيخ إماراتي أو عالم إماراتي يتكلم، لأنه رفضوا أو يتكلم حتى على جارنا قطر وعلى الشعب القطري بهذه الصورة، فجاءوا بشخص يجنسوه ويعطوه الأموال كأنه يعني فقط مرتزق لكي يقول الكلام الذي يريدونه. الآن السؤال، ألا يلام البابا وأيضا شيخ الأزهر أحمد الطيب بحضور مثل هذه الملتقيات التي يرى البعض كما تقول أنت بأنها تمثل حالة انفصام، شعار غير مجسد على الأرض، تسامح ولا تسامح في الدولة، تعايش ولا تعايش مع فئات المجتمع الإماراتي؟ نعم، هو حقيقة اللوم كبير جدا وليس بالبسيط على أن تكون هناك شرعنة من رموز الدينية، وللأسف أنها يعني اتحدت حتى اليوم، هناك توقيع اتفاقية تم اليوم على موضوع مكافحة التطرف ما بين الإمارات وبابا الفاتيكان، ويعني طبعا الطيب هو ممثل مجلس الحكماء الذي أنشأته الإمارات، فبالتالي هو يوقع اتفاقية على محاربة التطرف، أي تطرف طبعا المقصود فيه التطرف الإسلامي للأسف نقولها بكل صراحة، والتطرف الإسلامي حسب تعريفهم ما يسمونه بالإسلام السياسي، فهناك مشروع أيديولوجي موجود تتفق فيه هذه بشكل أوضح أكثر جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين وكل جماعة وسطية، كل جماعة وسطية تدعو إلى يعني أن يكون هناك مشاركة سياسية، هناك حرب عليها كبيرة جدا، وبالتالي هناك اتفاق وهناك مشروع أيديولوجي
تجد للأسف اليوم هذه يعني تجد الإمارات اليوم شريك لها بمسمى الوحدة الإنسانية والقيم الإنسانية لكي تكون مظلة لما سيكون تحتها من انتهاكات لحقوق الإنسان قادمة. الكاتب والباحث الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، شكرا جزيلا لك.